وباقي نكملين ان شاء الله معك في الجوله الثانيه في التاريخ. مصعب يا مرحبا، ايش حالك ابوي؟ يا مرحبا ومسهلا، يلا حيه، امورك طيبه؟ بعلمك معلومه. لبيه، انا اليوم مصعب الشهري على ذا المايك. والله اني اتشرف يا مصعب، جعلني والله في دائمك. بما انك مصعب الشهري انا اليوم زياد الغامدي. ونعم، جعلني في دائمك. طيب مصعب، من أسمع. واحد الين ستة ما عدا واحد اثنين، اي من ثلاثة الين ستة، اختار لي رقم. ستة. رقم ستة اخر رقم معنا في مجموعة الاسئلة قسم الجغرافيا يا مصعب. يا سلام. جاهز يا ابوي؟ نقول ان شاء الله. مصعب كيف الجغرافيا؟ والله نشوف عاد الاسئلة بعد شوي. طيب ركز معي. مركز. السؤال الاول، سؤال 300 ريال رصيدي، يقول حلو، ما هي اكبر صحراء في العالم؟ صحراء القارة القطبية، الصحراء العربية، صحراء فيكتوريا الكبرى. صحراء العربية. الجواب صحراء العربية. إجابة خاطئة للأسف يا مصعب، الصحراء القارة القطبية. راحت 300، باقي 500 و700. ركز معي يا مصعب. سؤالك الثاني يقول يا مصعب الشهري، ما هو أطول نهر في العالم؟ ما هو أطول نهر في العالم؟ الأمازون. إجابة خاطئة يا مصعب، هو نهر النيل. مصعب باقي معك وقت، ما حد ماخذ وقتك، ركز معي في سؤال 700 ريال رصيدي، دقيقة و15 ثانية معك يا مصعب. السؤال الثالث يقول ما هي عاصمة السنغال؟ داكار، إسلام أباد، ستوكهولم. داكار، إسلام أباد، ستوكهولم. ستوكهولم. إجابة ثالثة؟ ستوكهولم. إجابة خاطئة للأسف يا مصعب، هي داكار. صفر يا مصعب من الجولة الأولى. والأخوان شغلوا لي المكيفات، لا أنتوا بسبب